sen anlat Karadeniz. هوليا جنجو ما رجع؟ امبارح الظهر اجا بعدين طلعوا ما رجعوا لتاني يوم، يعني هلا من شوي وصل. في شي اخبار عن هزان؟ انا جاية فورا. وعلى ضوء الشموع كمان رح نرقص مع بعض، وبعد ما يخلصوا هالشمعات رح ينفجر كل المكان، رح تطلع النار للسماء. وارواحنا رح ترتفع مع هذا اللهب، رح نطلع كزوج حمام، رح نطير بالهواء. في ناس رح يسألوا ليش تشبهنا بالحمام؟ لأنه الحمام عنده زوجة واحدة، ما بيقدر يعيش بلاها، بيموت. رح يألفوا لنا أغاني ويحكوا حكايات عنا، ورح يقولوا هدول طارق وهازان اللي كانوا يحبوا بعض مثل المجانين. نيلوفر خانم، نيلوفر خانم، نيلوفر خانم، استني شوي. جنجو بنتي وينا؟ ابنك المجنون شو عمل ببنتي؟ قول. طلع فيني نيلوفر من غير شي روحي واصلي لمناخيري، تركي قميصي احسن لك. قلي وين اخذها؟ نيلوفر قلتلك شيلي ايدك. مين بيعرف؟ يمكن حاولت تغريه لابني طارق. تعملها مثل امها بالضبط لما شمت ريحه المصاري. اسمع، اذا ابنك بيعمل اي شيء لبنتي بدفنك معه. نيلوفر قلت لك روحي براس مناخيري، بلاها التمثيليه تبع الام الخايفه. مثلي هالدور قدام بناتك يلي مو طايقينك. ليش؟ ليش؟
هوليا، روحي جيبي دواها فورا لأنه بلشت تعمل حركات المجانين اللي بتعملها بالعادة. ما لقيتوا لي هالكلب لسه؟ أنا اسمحوا لي. انتبهوا. التليفون. ايه فرهاد؟ لقيته. هنن هون؟ أنت متأكد؟ هالحقير ناصب كمين لحتى ما نقرب من البيت. في ببالك خطة؟ إيه في. رح نخلص هزام من إيديه. بس أنت رح توفي بوعدك لنفس. ما رح خليك تستخدم هاد. عم تفهم؟ إن شاء الله. منيح. يلا لشوف، خلينا نمسكه. أنا رح فوت بالأول. خير إن شاء الله، ليش بقى؟ مع بعض على الحلوة والمرة يا صديقي، جايبني لهون لحتى أتفرج؟ لا، مو لهيك دقيت. بعتت وراك لحتى يكون في حدا أثق فيه، أصلاً إذا ما بعتت وراك رح أتقوم الدنيا علي. طاهر، طلع فيني، أنا فايت قبل، شو اتفقنا؟ إذا صار والله طعمني أنقذها اليوم، حابب حطه عند حده لهالحقير هاد، تمام؟ إن شاء الله. يلا.
ولك فرهاد، معناتها لقيت المفاجأة اللي كنت محضرها. فرهاد شكله لقى شي، طاهر راح معه ما هيك؟ ايه نفس. انت شلون حتلاقيهم؟ بالهدية اللي تركها مدحت قبل ما يمشي. اليوم الصبح مو بعثت لك موبايل مصطفى مع علي واستعمل موبايلك؟ ايه. طلبت شغلة من قسم المعلومات، طلبت يحملوا برنامج تتبع على موبايلاتكم انتو اثنين، وانا عندي، وهيك منتابعوا كل الوقت. فرهاد، أنا ما كنت بعرف إنك مشتاق لي كل هالقد. اهدى وما في داعي تنرفز. ممكن افهم حضرتك ليش تأخرت؟ وقف هالمسخرة. وإذا ما وقفتها شو راح تساوي؟ كلامك هاد مانو تهديد مو هيك؟ ايه فهمتك فهمتك، من عيونك مبين. طارق وقفهم أحسن لك. ليش لا وقفهم؟ إذا وقفتهم بتنتزع اللحظة الرومانسية اللي عم بعملها هون. بعدين اطلع، أنت بغرفة نوم وهالغرفة إلى حرمتها. إن شاء الله ما كون سببت إزعاج. يا الله، وقت فتت ما عرفت تسكر الباب وراك. طاهر تركو. طاهر ليش ضيعنا أثر الفرقة؟ لأنه بتعرف الشباب تركوا التلة. هي. على الأقل بتعرف هالحكي. لا إلنا حل هلأ. هات اللي لشوف، عندك شي حل؟ لك ليش ضايج؟ عطيني بس خمس دقايق لفكر. أوكي فكر لشوف. بدك خمس دقايق بس؟ هاي ما عندها خمس دقايق، باقي ثلاث دقايق. لكن المؤقت عم يمشي، ما عم بيوقف، رح يروحنا كلنا. فرهاد ما توترني كنبا. أنا اللي عم بوترك مو شايف؟ شو عم تعملوا؟ طاهر. طاهر شو لو انفجرت؟ خلصنا فرهاد. لك هذا مجنون نظامي، قلت لك هالحكي. لك كيف بدنا نوقفها لهي هلا؟ خلص روق، رح نعمل جهدنا نوقفها، بس لا تسمعني صوتك. فرهاد
اختاري لون. اخضر ولا احمر؟ اختاري شي يلا. اخضر ولا احمر؟ نقي. الاحمر. ايه الاحمر. لكن اخضر. اخضر. شوفي اللي عندك. يلا رح اسحبه. هو ما كان لنفس ان تموت الا باذنه. يلا بسم الله. طاهر وقف، هد شوي، بدي اقول لك شغله. نحن لما كنا بالعسكريه كانت علبه البويا تخلص بسرعه. ايه انا كنت استعملها. بتسامحني فيها؟ ايه مسامحك. تسلم اخي، ما ضل قدامنا اي حل تاني. لما اقول ثلاثه، بسم الله الرحمن الرحيم، واحد، اثنين، ثلاثه، دخيل اسمك يا الله. وين راح؟ طارق. في علبة محارم بالتابلو، ما تلوث سيارة الدمك. مسح عرفك من هون، لا تلوتها بدمك الوسخ، بكفي وجودك فيها. يا الله دخيلك، شو هالكابوس؟ طارق وينه؟ هرب يعني؟ قفل علينا هون وانقبر، راح ما بعرف لوين. موبايلي ما فيه إشارة. عندك إشارة؟ لا كمان ما فيه. ما عاد فيني أتحمل. هاي ما أنا محسوبة يا أخي. ولك ليش ما خطرت لك هي من قبل؟ روحي كانت براس مناخيري، بدك ما تواخذني. لأنك نرفوز زيادة. بهي معك حق. فايق ورايق كتير أنت وياه. أنا مطبل وهذا مزمر. أنت منيحة؟ منيحة. يلا تعو. يلا قومي معي، خلينا نرجعك على البيت. على مهلك. يلعنك من بين التليفونات. ألو علي، شو طمني لقيتهم؟ نفس كتير عم يقطش صوتك. ألو ألو ألو، الحمد لله اللي رجعوا. ما قدرتي تحاكي؟ لا يعني أنا سمعته بس هو مو سامعني. طولي بالك، هن مناح، خلص لا تخافي. بتمنى الله يرجعون بخير. بابا لوين رايح؟ ما في شي حتى ساويه بنتي، طقت روحي وأنا قاعد هيك. بنتي ما تتركوا آسية ومصطفى لحالهم، لأنه عم يمروا بفترة صعبة. هنن اتنين مساكين، كل تصرفاتهم طيش وعصبية.
برضاي عليك. ما تتركون لحالهم ايه بنتي؟ ما رح نتركهم بابا، ما تاكل هم. ايه اسمحوا لي لك، بس علي وين راح؟ اجا تليفون من الشغل واضطر يروح. انت بقياني هون اسماء؟ بقياني كمان شوي، بس برجع بكير. ايه معناها انا بدي استأذن منكم. لك شلون حاط الديناميت؟ هذا الزلمة مجنون نظامي. ما علينا، هازان رح تروحي معي لأخذ أقوالك، بس أنا لازم أبعت الشباب على هداك البيت منشان يرفعوا الأدلة. ماشي؟ والله نفدته بأعجوبة. بدي أمرق على البيت قبل إذا ممكن. إيه طبعاً أمرقي، ما تواخذيني نسيت. رح حاكي نفس، بتكون قلقانة هلأ. المسكينة قاعدة على نار، اتصلت فيني بس ما سمعتها، ما في شبكة هون. لا تقولها. يلا لكن خلونا نمشي بسرعة. معناتها هزان ليكي، فرهاد رح يوصلك، أنا اسمحي لي روح لعند مرتي. أيه. ماشي؟ أنا بوصله، روح لعند مرتك. يلا لكن متحاكى ونجتمع المساء بالإذن. الله معك. شوف عطيني سبب واحد حتى ما قتلك هلا. ما بكفيني ابنك. ابني مو؟ بس هذا السبب كافي بالنسبة إلي لحتى قتلك. خطفت هزام ها؟ كنتوا رح تموتوا مع بعض. شو هالرومانسية هي؟ قديش كبير هالحب يلي بتكنلا يا؟ لك حتى هاي الشغلة كمان ما فلحت فيها. قديشك فاشل؟ لو فلحت كنت رح أتفاجأ أنا، كنت رح أزعل، بس على هزام مو عليك. عم تفهم علي ما؟ عم تفهموا لك؟ فهمت بابا. هزان هلأ رح تروح تشتكي عليك، وطبعا معها حق. أجدب ومجنون كمان. رح حاول أنقذك، بس بالمقابل رح تعمل اللي بقلك عليه. طلع فيي يا غبي، لأني بعرف إنه هالطاس اللي ناتع بين كتافك فاضي. أخذت احتياطاتي أنا من زمان. رح أنقذك هالمرة، بس بالمقابل رح تتزوج مرجاني. مفهوم؟ سمعتني؟ سمعت ولا لا؟ ما سمعتني؟ أمرك بابا. إيه بس شلون رح تخلصني؟ هيك هالموبايل. شو كان اسمك انت؟ اسمي تحسين يا بيك. آه؟ تحسين يا بيك. تحسين، رح تسجل خروج من باتوم. بس انت قبل ما توصل لهنيك رح يعطوك هوية جديدة بمنطقة كمال باشا، بعدين رح تسجل خروج باسم طارق تمار. مفهوم يا بيك. ايه بس في شغلة صغيرة بالأول، زلمة هنيك رح يكونوا بانتظارك، قلت لهم يضربوك شوي، بعدين بتروح على المستشفى، وطبعاً رح يدخلوك لهنيك باسم ابني طارق تمار. بس لا تنسى تسكر موبايلك. تمام يا بيك. بتضل مسكره لحتى أنا أتصل فيك، لما أتصل فيك بتفتحه وبترجع بتتصل فيني. كل شيء مفهوم؟ مفهوم يا بيك. اصحك ترتكب أي غلطة تحسين. طبعاً لا تاكلها.
انت اليوم موجود بباتون بشغل. اللي شافوني هزان وفرهاد، واجر فيه معه كمان طاهر اكيد، وستة لهزان. هزان فينا نقول انه هي من قصة اختها لاغتصاب زينب، وكمان ادعاء علي بالمحكمة. صارت مقهورة ومليان قلبها علي حقد. فرهاد الشاب اللي تهجم عليك بسبب قضية زينب، طبعا هي الكل بيعرفها وهي لصالحنا. طاهر كمان فينا نقول واحد حاططني براسه كل ما صحت له الفرصة. ما بقى عنا غير شخص واحد، الست الخرفانة. المثل بيقلك المصارع الضعيف ما بيتعب إذا خسر، لهيك هنن دائماً بيحاولوا أنهم يفتروا علي ويرفعوا دعوة ورا دعوة. هدول كافيين. هيك رح أطلعك مثل الشعرة من العجين. شايف كيف يا فاشل؟ شايف ما هيك؟ ايه بابا. يعدمني ياك إلهي. لا تتحرك من مكانك، راح أبعت الشباب لعندك، هنن راح يدخلوك على باتون بالسرقة، وفي زلمة كمان راح ياخد لك موبايلك لهنيك. بهي الطريقة بترجع من باتوم على تركيا بطريقة نظامية، بصفتك طالع من المستشفى، والمسا بتكون بالبيت تضرب بشكلك. يا الله، حبيبتي حبيبتي الحمد لله، ألف حمد وشكر لك. أنتي منيحة ما هيك؟ إيه منيحة. مسكوا لهداك الحقير؟ لا هرب، بس رح يمسك. الله يرضى عليك ويوفقك يا عمري. استغفر الله خالتي، ما عملت شي. تسلمي يا ابني، ما رح أنسى فضلك أبدا. فضل الله، هذا واجبي. الحمد لله على السلامة هزان، خاطركم. شكراً كتير إلك. يا حبيبتي طاهر، انت منيح؟ منيح، ما تخافي يا روحي، خلصناها، ما فيها شي، ابنه بوضع منيح. وطارق؟ لما فتنا على البيت هالواطي هرب دغري، فص ملح وداب. طيب حبيبي انت فوت لجوا، نحن هلأ رح نتصل بهازان. اوكي طيب، اصحك التعبي حالك. نفس عم بدق. نفس هازان، انتي منيحة؟ ايه انا منيحة،
فضل طاهر وفرهاد الله يسلمهم. منيحة فرحتيني. منيحة نشكر الله. ألف الحمد لله. شو القصة؟ دقيت لتقلي وينو ابنك؟ أكيد. أنت مو هيك طلبت مني؟ أنا دائماً بخدمة العدالة والطيبين. إيه ما في منك. هات قلي لشوف وين متخبي؟ والله ما بعرف إذا كان متخبي ولا لا، بس بعرف إنه بباطوم هلأ. بعد ما إجيت وقلت لي إنه خطف هازان اتصلت فيه، موبايله كان مغلق، هلأ حاكاني. بباطوم ليكو، راح بالليل لهنيك، اتخانق مع شباب زعران، عم اضطر ينام ليلي بالمستشفى. إذا بتحب تابع موبايله مشان تتأكد من هالحكي هاد. هو بباطوم هلأ ورح يرجع اليوم المساء أكيد. أول ما يرجع من وصلته رح أمسكه من قدني وجيب لك يا سيدي المحترم. ولك أنت شو عم تخبي صح؟ والله هذا الشي اللي أنا فهمته منه. إذا بتحب تصدق، إذا ما بتحب لا تصدق. وهلأ نهارك سعيد. مبينة منيحة من صوتها. منيح، نشكر الله ونحمده. هذا عن جد مجنون. ايه لأنه البذرة عاطلة، الأب زبالة فرح يطلع مثله. ايه هيك شكله، بس بينمسك ما هيك؟ برأيي ما في بعد كتير. أمي؟ شرف الطاهر بيك، خلصت هموم كل البشرية وقدرت تحل مشاكلهم كلها؟ كل شي صار أحسن بجهودك؟ عن جد يعطيك العافية، بس بيت أخوك مصطفى ومرته عم ينخرب وعيلته وولاده رح يتشردوا وانتوا ولا سائلين فيهن. عم تركضوا على مشاكل اللي ما صار لكم بتعرفوهن غير كم يوم، وتاركين الهم والشائع اللي بخصوكن. برافو عليكن، يا هيك لهفة الأخوات يا بلا، مثل ما بيقولوا اسكافي حافي والحايك عريان. لك شي مرة اسألوا على اللي بتقعدوا معهن على هالطاولة، اللي بتاكلوا وبتشربوا معهن على طول. اسألوا يلي معكم بالبيت ومن دمكن ولحمكن إذا عندن شي مشكلة. شو اللي شاغل بالهن؟ جوعانين ولا عريانين؟ مرتاحين ولا مهمومين يا ترى؟ يا حسرة ما حدا سائل. مع حق بكل كلمة قالتها، الحق علينا. بابا عثمان لما مشي كان كتير مهموم، قال لي خليكن جنب مصطفى وآسية. لساته برا؟ نمبارح على هالحالة. لوين رايحة؟ لكي اوعك تقلي له شي. اسمع اطمني، ما عندي حكي قله يا بقى. رايحة على البيت، بدي اجيب كم غرض لمحمد، كم غرض لمشي حالي بس. بدي ريب عليك علي لارجع، ما هيك؟ بعيوني اكيد. طيب يسلم، نص ساعة وبرجع ما بطول. آسية، لك لوين رايحة؟ عم بحكي معك آسية. تركني بحالي مصطفى، أصلاً عملتها وتركتني. لك شو هالحكي يا مرة؟ يا ريت انقطع هالسان اللي الله بلاني فيه ولا كانت طلعت هالكلمة من تمي. بس طلعت. موت عليكي، ما فيني بدونك آسية. إذا ما فيك بدوني ليش طلقت لكان؟ لك شو هالحكي الفاضي؟ ليش هي اسمها عيشة بدونك؟ هي العيشة أفضع من الموت. روح بحال سبيلك. سبيلي هو سبيلك يا روحي أنتي. لا ترفعي لي ايدك هيك آسية. آسية بوس ايدك، طلعي فيني بس، لا تهزي لي خصرك هيك، عيب هالحركات تقتليني. آسية فرطيه بقى. ايه فهمت فهمت. طيب يسلمون. قلقتني، شو الموضوع؟ في اي شيء جديد؟ ايه في، قال بباطوم الافندي. قلت بباطوم؟ لك امتى هرب لهنيك؟ شو السرعه؟ بس ما هرب، كان هنيك من الأول. شو هالحكي الفاضي؟
جينجو حكاني الليلة اللي انخطفت فيها هازان هو كان بباتوم على أساس عامل خناقة هنيك وداخل على المستشفى، غير هيك بات ليلة بالمشفى كمان. ولك شو عم بتخرف؟ نحن راقبنا موبايله مزبوط، تواصلنا مع المشفى من شانه وأكدوا هالكلام. بس علي انت بتعرف انه هذا تخبيص ما هيك؟ طبعا بعرف هالشي، طارق خطف البنت بس أبوه غطى على عملته، شو نعمل يعني؟ الحقير عمل هالتمثيلية ليخلصوا من القصة، بس للأسف ما عندي دليل. لك شو مشان بيت الجبل؟ شو؟ لك شو مشان القنابل اللي هنيك اللي؟ وطي صوتك. حكيت مع الشباب ليرفعوا الأدلة، ما طلع معهم آثار لا لقنابل ولا لأي شيء تاني. بالمختصر المفيد غطى على كل وساخاته وطلع منها. والله؟ طيب منشوف؟ رح نشوف فرهاد. أنا بورجي. وين رايح؟ دخيلك يا ربي. هازان بنتي. هازان خلصوها من إيدين ابن جينجو المريض، نجت بعجوبة. أنت بأي عين لساتك بهداك البيت؟ شو لسه ناطرة هنيك؟ بس جينجو قال لي طارق كان بباتوم، هو خبره. أنا ما عاد أعرف شو بدي صدق. عم تحكي جد؟ كان بباتوم والشرطة تأكدت، وإنه أنتي ألفتي كل هالكذبة لحتى تعملي له مشاكل. قال لك إنه ألفت له كذبة لأعمل له مشاكل وصدقتي؟ إيه. مو متفاجأة إنه هو قال لك هيك، ولا متفاجأة إنك صدقتي، بس متفاجأة إنك عم تواسي حالك بهالطريقة. قلتي كان بباطوم ما هيك؟ المريض النفسي اللي خطفني قدام عيون ستي كان بباطوم ما هيك؟ المريض النفسي اللي حط قنابل على يميني وشمالي مشان نموت مع بعض كان بباطوم مو هيك أمي؟ حتى فرهاد وطاهر ألفوا كذبة بس لحتى يفتروا عليه مو هيك؟ مزبوط أمي؟ على فكرة أنا بعتبره عدوي، بس أنتي فهميني، فهميني شغلة، ليش لساتك مرته لهلأ؟ بعد كل شي صار أنتي ليش لهلأ لساتك مرته؟ بنتي أنا عقلي كتير ملخبط. الأدوية 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 شو آخرتها معك ماما؟ شو هالحجة الجاهزة عندك؟ لك أنا كنت زعلاني عليكي، دافعت عنك قدامها قلت لها بسبب الأدوية، وانتي هلأ جاي عم تدافع عن المختل جينجو وابنه بشغلات واضحة مثل عين الشمس. بس أنا ما عم دافع عنه. أمي قليلي، هلأ أنتي عم تساوي هيك لأنك عم تاخدي أدوية، ولا بتاخدي أدوية لحتى تعملي هيك دائما؟ فهميني ليش مو قدراني تبعدي عن هذا الواطي؟ فهميني ليش مو قدراني أمي؟ بنتي لوين رايحة؟ هازان داخل علي مثل الأفلام هيك. خير إن شاء الله، على أي غصن حابة تعلقني هاي المرة دخلك؟ وينه ابنك التافه؟ بباتوم هلأ. غريبة ما قلك رفيقك الشرطي عاج مسخرة وعلاك. ابنك عديم الشرف وينه؟ عن جد عيب عليك، يعني أنت بصير تحاكيني بهي الطريقة يا ابني؟ مع العلم أنه أنا جاهز لحتى سامحك. صح إنه الخيانة قادرة تجنن أي عائل، بس أنا بفهمك على المزبوط. بس بعد ما تطلع نتيجة فحص الDNA فهمني كيف وبأي وش رح تعتذر مني، فكر فيها شوي. هيك القصة لكان، رح نشوف وقتها. هالقليل الأصل اللي عم بتقول إنه بباتوم خطف هازان قدام عيوني، وقبل ساعتين رفع مسدس علي، أنت شو عم بتخرف لك؟ مو معقول هالشي، كتير وارد. بس لحظة، مين بيعرف هالأمور؟
رح عدلك يا هون. 1 انت، 2 طاهر، ومعكن هازان. اللي مين في بيعرف غيركن؟ ايه ما حدا بيعرف غيرنا. عامل تمثيلية حلوة وماكنة لتخلص ابنك المعتوه، وشكله زبطة، بس هالمرة مستحيل تنفد مني يا جينجو. إذا بنفد منك ولا ما بنفد منك صدقني مو مهم هالشي، بس اللي هو مهم عندي أنا ليش عملت كل هذا الشي برأيك؟